سيادة السفير محمد عبد الغفار رئيس المجلس الاقتصادي الافريقي، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك والساده مشاهدين ميسات الاعزاء. يعني سيادة السفير، معروف طبعا انه جنوب السودان من الدول المفضلة جدا كسوق للمنتجات المصرية، اولا لان قرب المسافة، وجود انهار ممكن نوصل بسهولة للبضائع من غير تكلفة كبيرة. يعني هل بتشوف حضرتك ان ده فتح جديد فعلا في اطار توزيع المنتجات المصرية للسوق الافريقية ولا ايه؟ بالفعل بتنبع أهمية دولة جنوب السودان الناشئة منذ عام 2011 بتقرير مصيرها والانفصال، من أنها من الدول ذات الأولوية في الرعاية من قبل الإدارة المصرية، والدولة المصرية حط تنمية دولة جنوب السودان أولوية قصوى لمصر حتى تصل إلى أشقاء ودول مجاورة مستقرة وأكثر نمواً، وده أتبعه حزمة من البرامج التنموية التي قامت بها مصر، مثل إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في دولة جنوب السودان، إنشاء أيضاً معرض دائم لو إحنا بنتكلم على المنتجات المصرية وسد احتياجات السوق في دولة جنوب السودان، وهو الحقيقة سوق متعطش جدا للمنتج المصري وكل ما هو مصنع سواء من صناعات غذائية أو صناعات هندسية وأجهزة إلكترونية. بنجد أن رجال الأعمال والتجار في دولة جنوب السودان يسافرون لأقصى الجنوب الشرقي في دولة كينيا لنيروبي ومومباسا لتأمين احتياجاتهم من هذه المنتجات الصناعية. هنا مصر بتقدم لهم كل هذه المنتجات بأسعار أفضل وبأسعار أقل وبجودة أعلى بكثير من المنتجات التي يحصلون عليها من الضفة الأخرى من القارة الآسيوية. أيضا وزيرة الهجرة السيدة منى مكرم عبيد بتقوم بجهد لا وزيرة عظيم. الهجرة المصرية السيدة نبيلة مكرم عبد الشهيد عبيد بتقوم بجهد عظيم جدا في الترويج للمنتج المصري بجانب دورها الأساسي صحيح في رعاية المصريين في الخارج. بالضبط. بشكرك يا فندم. شكرا. بشكر سيادتك سيادة السفير محمد أبو غفار رئيس المجلس الاقتصادي الأفريقي.